تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقيم حفل نجاح العام 2019 وتكريم نخبة من الرعاة والمساهمين في مختلف الفعاليات والأنشطة والمشاريع التي تتبناها المحافظة الجنوبية، الرامية إلى النهوض بواقع المجالات الاجتماعية والأمنية والتنموية داخل حدود مساحتها الجغرافية. إن تأدية الواجبات الهادفة تجاه أي محيط متماسك أمر يستحقه تكاتف عديد الجهات الحكومية والخاصة التي من البديهي أن تنبري مسرعة لتكون جزءا فاعلا في إتمام أي مشروع تنموي ثبت رؤية عميق جدواه بعدما تأكد سمو تلك الدوافع التي وقفت خلف إقراره. المحافظة حريصة لتحقيق هذه الأهداف، لبذل المزيد من العطاء والخدمة والتواصل مع أهالي المحافظة اللي شهدنا ولله الحمد افتتاح العديد من المشاريع وإقامة مختلف البرامج بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الاجتماعية، وإحنا كذلك نولي للأمن اهتمام كبير تنفيذا لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية حفظه الله، فجميعنا فريق واحد لخدمة المحافظة الجنوبية ولبذل المزيد إن شاء الله لتحقيق المكتسبات للمحافظة الجنوبية وأهاليها الكرام، وكذلك نقدر ونثمن الدور البارز للرعاة والمساهمين والشركات والمؤسسات الأهلية اللي يتعاونون معنا دائما لخدمة المحافظة. احتفالية تطل لدواعي الشكر ورد الجميل بالجميل وأكثر، نظير ذلك الدور الحيوي الذي أجزلت وما زالت تجزل بالقيام به مجموعة من الشركات الداعمة التي لم تتردد يوما في أن تصبح فصلا معتمدا داخل روايات الإنجاز التي تخطها المحافظة بقلم تفردها وتميزها. تشرف نخدم المحافظة الجنوبية ونخدم مملكة البحرين. البنك الأهلي المتحد دائما يشارك في فعاليات وإنجاح الفعاليات الاجتماعية، هذا واجب سلمك الله. احنا دائما مبادرين يعني نطمح ان نكون اكثر تقديم أفضل للمجتمع. جميع الجهات في مملكة البحرين جزء من عملها المستدام أن هي تتعاون مع بعض من أجل تحقيق صورة كاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وطبعا هاي يتأتى بتضافر الجهود بتعاون الجهات المختلفة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. نحن جزء لا يتجزأ من المحافظة الجنوبية، نشكر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تكريمه ودعمه لنا دائما دائما، ونحن يعني يسعدنا مشاركتنا مع المحافظة في كل الفعاليات، ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله هذا نجاح مبارك لنهاية عام 2019. المحافظة الجنوبية وما تتبناه من خطط واستراتيجيات خلاقة تفضي إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى القاطنين داخل حدود مساحتها الجغرافية، تسعى جاهدة إلى تفعيل أوجه الشراكة مع عديد الجهات المتعاونة بكل خطوة تسلكها في سبيل النهوض بواقع بيئتها النموذجية التي تمضي نحو إظهارها بصورة حضارية مشرقة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.